السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمناقشه ابعاد ودلالات تصعيد ميليشيا الحوثي في مأرب وعلى السعوديه. أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في محاولة منها لاستهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وأضاف التحالف في بيان أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون لم تحدد نقطة الانطلاق. في المقابل جددت ميليشيا الحوثي رفضها الدعوات الدولية المتكررة لوقف الأعمال القتالية واشترطت وجود خطوات عملية على الأرض. هذا وكشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أن بلاده تتواصل مباشرة مع الحوثيين وتحثهم على الانخراط في العملية السياسية ونبذ العنف. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: استغلال الموقف الدولي الرامي لإيقاف الحرب من قبل ميليشيا الحوثي وتصعيدها في مأرب والسعودية، وهل أعطى الموقف الدولي الضوء الأخضر للميليشيا لتصعيدها حتى يتمكن من الضغط على الشرعية والسعودية للقبول بتسوية سياسية؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. هل كانت مراجعة موقف الولايات المتحدة لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية بمثابة الضوء الأخضر لتصعيدها الأخير في مأرب وعلى السعودية لربما هو الهدف غير المعلن لتدعيم التوجه الأمريكي والدولي لوقف الحرب؟ يصمت المجتمع الدولي تجاه تصعيد الميليشيا الحوثية وكأنه يريدها أن تحقق مكاسب على الأرض حتى يستغلها في الضغط على الشرعية والسعودية من أجل القبول بتسوية سياسية تشرع لانقلاب ميليشيا الحوثي وتصدرها إلى مستقبل اليمنيين، وذاك ما لا يريد اليمنيون أن يصبح أمراً واقعاً مفروضاً عليهم. على الأرض أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية. أما عما يدور في الأروقة السياسية فقد كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أن بلاده تتواصل مباشرة مع الحوثيين وتحثهم على الانخراط في العملية السياسية ونبذ العنف. وقال الوزير في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إنه عقد محادثات مع ممثلين عن الحوثيين شدد خلالها على ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالحل السياسي ورفض العنف وناقلة صافر والإفراج عن بريطاني محتجز لديهم. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيوفي. انضم إلينا سلمان عسكر صحفي أو كاتب صحفي سعودي، وينضم إلينا أيضا الدكتور ثابت الأحمدي كاتب صحفي يمني من الرياض، وأيضا ينضم إلينا المحلل العسكري السيد عبد العزيز الهداشي. مرحبا بكما ضيوفي، وأبدأ مع السيد سلمان عسكر. بداية سيد سلمان، أسعد الله مساك بكل خير. هلا والله، مساك الله بالخير. أهلا بك سيد سلمان، يعني برأيك ما السر وراء تصعيد ميليشيا الحوثي الأخير في هجماتها على محافظة مأرب وعلى بعض المدن السعودية؟ بداية أنا أحييك وأحيي ضيوفك والسادة المشاهدين لقناتكم. كما تعلم خلال الفترة الأخيرة لفترة الرئيس ترامب، عندما صنف الحوثيون جماعة إرهابية خضعت رؤوسهم وعرفوا بأنهم محاصرين محاصرة دولية، إلا أنه بمجرد حضور الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وإعطائهم ضوء أخضر لمواصلة أعمالهم الإرهابية في المنطقة أزدادوا بصراحة أذى وأزدادوا أيضا حماسا وتحمسا، وفتح لهم الرئيس الأمريكي الجديد أفق أوسع لمواصلة أعمالهم الإرهابية التي من المتوقع لن تقف في حدود الإقليم بل ستصل إلى دول غربية وشرقية وستتجرع منها دول عظمى مرارة الأعمال الإرهابية. ما حدث مؤخرا من استهداف لمطار أبها الإقليمي أو الدولي بمعنى أوضح وأصح لم يكن عملية أولى، هو مسلسل لعمليات تتابعية. أنا أكلمك في هذه اللحظات وكان هناك محاولات استهداف أخرى للمناطق الجنوبية، واستطاع التحالف العربي إسقاط طائرتان مفخختان كانت في طريقهما إلى أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية. أجزم بأن ما تقوم به العصابات الإرهابية هو بصراحة بضوء أخضر دولي، لم يعد هناك عمل خفي أو تستر على ما يحدث في المنطقة سواء من أعمال الحوثيين أو من الأعمال الإيرانية التي وبصراحة هي تدعم التخريب سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في غيرها من البلدان العربية.
نعم، إذن ابقى معي وأذهب بسؤال لضيفنا السيد ثابت الأحمدي. بداية سيد ثابت، مساء الخير. مساء الخير والخير عليك وعلى ضيوفك والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا في العزيز. أهلا بك سيد ثابت. نتساءل، يعني الواضح أن هناك تناغم بين تصعيد ميليشيا الحوثي والتوجه الدولي لإيقاف الحرب، وبالتالي تسعى الميليشيا لتحقيق مكاسب على الأرض. أخي العزيز، لا تنسى أن سياسة الرئيس الجديد الأمريكي جديد بايدن هي امتداد لسياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الجمهوري طبعا الديمقراطي. وفي فترة أوباما هم دخلوا صنعاء وتم تهيئة الدخول لهم إلى صنعاء بضوء أخبار أمريكي، ولولا الضوء الأخبار الأمريكي والبريطاني أيضا لما تجرأ الحوثيون أساسا على الانقلاب على الشرعية وعلى اقتحام صنعاء وعلى اجتراح تلك الجنايات بحق اليمن واليمنيين في أكثر من محافظة يمنية، وأيضا تعديهم أيضا على دول الجوار لحسابات تخص أيضا تخص هذا الحزب بدرجة رئيسية. الحوثيون مدعومون من الديمقراطيين الأمريكيين ومن البريطانيين ومن بعض الدول الإقليمية أيضا التي يشترط لهم بعض التيسيرات يعني والتي جعلتهم ينتفشون بهذه الطريقة التي نراها اليوم. كانوا قد يعني تم كف جناحهم خلال الفترة الماضية، ولكن بعد مجيء الرئيس الأمريكي الجديد وبعد إعلانه أنه سيطيح بالقرار أو سيتراجع عن القرار قرار تصنيف الجماعة الإرهابية، بدأوا من جديد يعيدون الكرة. في الواقع ما يقترحونه اليوم هو عملية تجديد إرهابية فقط، هي سبقتها عدة ارتداءات وسبق الارتداء على مأرب أيضا قبل اليوم، واليوم وبعد يعني هذا المحاولة أو القرار الذي أتى به بايدن عادوا من جديد وسيواصلون لا شك خلال الفترة القادمة ما لم يمكن قمعهم بصورة نهائية. نعم، يعني سيد ثابت، يعني مما استمعته لحديث السيد سلمان عسكر ولحديثك بأن الإدارة الأمريكية الجديدة جاءت لتعطي الضوء الأخضر بطريقة غير مباشرة لميليشيا الحوثي، ونتساءل يعني ما هو السر وراء كل هذا الاهتمام يعني منذ الوهلة الأولى لتعيين بايدن وبداية الإدارة الجديدة لمزاولة عملها في البيت الأبيض، بدأت في مسألة الميليشيا الحوثي والملف اليمني وبشكل وباهتمام ملفت. أخي العزيز، هذه هي واحدة من ألاعيب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بشكل عام في إطار صنع السياسة الجديدة في المنطقة، تدعم السياسات المرسومة إسرائيل وسياسة حتى الولايات المتحدة أيضا المستفيدة لدرجة رئيسية من الحرب ومعها أيضا بعض الدول الكبار. هذه السياسات مرسومة وفق أجندة أمريكية وبريطانيا وبعض الدول أيضا صادفت مصالحها أو تحقق مصالحها في المنطقة، فيما هي في الواقع على حساب شعوب المنطقة العربية كاملة. لا يهمهم أمريكا، يهمها أن تتحكم في المسألة يعني في كثير من مجريات الحياة في الشرق الأوسط بشكل عام، ولا يهمها إطلاقا أن تكون على حساب هذه الشعوب أو يعني على أي نحو كانت. المهم أن تمسك بخيوط اللعبة، والمهم أيضا أن تستفيد هي ماليا فيما أي حسابات أخرى لا تهمها أبدا. نعم، إذن ابقى معي وأذهب لضيفي الثالث. أرحب بالسيد عبد العزيز الهداشي، محلل عسكري يمني. سيد عبد العزيز، بداية أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساكم بالخير والعافية وتحية لك ولكرامي. أهلا بك. إذن نتساءل هنا، ما قراءتك لسير المعارك في محافظة مأرب؟ بالنسبه للمعارك اللي حصلت مأرب، طبعا قبل اي عمليه سلام او قبل الدعوه للمفاوضات تسعى كل اطراف الصراع التي حاولت اثبات ان لها الكلمه الاولى على الارض. بالنسبه لمحافظه مأرب للمره الثانيه على التوالي وفي غضون 4 شهور يشن الحوثي هجوم شامل وضد كافه المحاور. هذا الهجوم عادة يعتمد على ما يصنع بالموجات البشرية، وهي الطريقة هذه من الحروب استخدمت في الحرب العالمية الأولى وكما استخدمت في الحرب العراقية الإيرانية، حيث يهاجم يضم الطرف المهاجم وهو بين الزوجين هنا الحوثي يضم
بارسال موجات بشريه للضغط على المدافع حتى يصيده بالارهاق، سوف يحاول ان ينجز اي اختراق. قبل 3 شهور او 4 شهور في الهجوم الشامل السابق استطاع الجيش الوطني والقبائل المسانده له ضد الحوثيين وتحولوا الى هجوم عاجل في محور العلمين النضوض باتجاه الجو. لكن للاسف الشديد لم يتم استغلال ذلك الانكسار الذي حصل للحوثي بحيث تستمر المعارك وتتحول مبادره الحرب ومبادره الهجوم الى يد القوات الشرعيه، حيث توقفت القوات الشرعيه منتظره الحوثي. الحوثي خلال 3 شهور استطاع ان يحشد كم كبير من المدافعين افراد مدربين تدريب جيد، قوات منسقه، تنظيمات منظمه، ثم عاود الهجوم. اداء الجيش الوطني عفوا تعطي فرصه، اداء الجيش الوطني كان جيد جدا مع القبائل بحيث ان الحوثي لم يحقق اي مكاسب على الارض. لكن وربما ينكسر يعني كما انكسر في المره السابقه. لكن المشكله ليست هنا، المشكله ان القوات الشرعيه والجيش الوطني سوف ينتظرون الحوثي حتى يعد العده ويهاجم مره اخرى في اشكاليه اخرى يعني. طيب سيد عبد العزيز، يعني لماذا كل هذه الاستماته باتجاه مأرب؟ اولا الحوثي ربما يتهيأ له ان هناك تحت الضغوط الدوليه لفرض عمليه السلام، فهو الطرف المهاجم حتى يكون المجتمع الدولي او الوسطاء يحاولوا استرضائه. فالحوثي يظهر هنا انه هو الطرف الجوي المهاجم الذي لديه مبادره الهجوم، وهو الذي يحدد ساعه الصفر الحرب، وهو الذي يوقفها. فهنا يظهر امام العالم كانه الطرف الجوي. وللاسف الشرعيه من عام 2018 لم تقوم بشن هجوم، يعني كل الهجمات الشرعيه هي او حروب الشرعيه دفاعيه، وتحولت مبادره الحرب يد الحوثي. لا شك ان المجتمع الدولي سوف يسعى لاسترضاء الطرف الجوي، بينما الزوجين هنا يظهر هو الحوثي. حتى الهجمات على الارض هي نافضه بعد اعلاني اكثر من حجمها، يعني لو تصور كم مره تم مهاجم مطارها، عشرات نجوت مئات المرات، وانما بطائرات مسيره، الطائرات المسيره هذه هي للازعاج اكثر منها ولا تؤثر في مسار اي حرب، ولكنها تؤدي الى ازعاج او ضجيج اعلامي. الحوثي الان يستبق اي محاوله لفرض السلام لاظهار انه الطرف القوي سواء في مهاجمه التحالف العربي او لمهاجمه المارب. ايضا يسعى المارب للسيطره على النفط والغاز كمورد رئيسي، سوف ربما يحول مسار الحرب في حال السوداء على مارب. ثالثا في حال السوداء على مارب سوف يسقط نصف المحافظه الجنوبيه بدون طلقات. تخيل انه لو السوداء على مارب، المنطقه العسكريه الاولى التي هي ذي شيئون وشمال وادي حضرموت هذا سوف تسقط يعني تلقائيا اغلب مداخل هذه المنطقه هم من المناطق المؤيده للحوثي او الحاضنه الشعبيه للحوثي من عمرها وغيرها. كما انهم لم يقولوا ليس لديهم عقيده قتاليه في احسن الظروف لقتال الحوثي. اضف الى ذلك سوف يسقط اغلب محافظه شبوه اذا سقطت مارب، وبالتالي سوف يكون ثلثي اليمن او ست ساعة في حدود 70% تحت سيطره الحوثي. بالتالي ان الشوكه التي نشبت في حلق الحوثي هي مارب. القوات الساحل الغربي محايده، لديك المنطقه العسكريه الخامسه حرب جبهه حرب ميدي لم تطلق رصاصها منذ عام 2018، حتى انه يزال ان الحمام بنى الشعشمي فوق البنادق في هذه المنطقه لم تحرك طلقه ايام حرب عجوز. لديك جبهه تعز اصبحت يعني تسجل المحايده، حتى عندما هاجم الحوثي منطقه الحينه في تعز لم تطلق رصاصه واحده لمحاوله انجاز منطقه الحيمه في تعز. اذا كل الجبهات محيده، جبهه الضالع ايضا يعني تنتظر الحوثي متى يهاجمها، الكل منتظر الحوثي، اضافه الى الخلافات السياسيه التي حصلت والنجوم الاعلامي بين كل الاطراف، تحولت مسار الحرب
الحوثي اشتغل الخلافات بين الحوثيين المعادله وبدا يعني يفرق جناحين. من الطبيعي انا لو كنت في مقام الحوثي بحاول السري على مارب وبعض عشرات المكاسب الملكيه على مارب. نعم، وضحت الصورة، تكرم بالبقاء معي. وأذهب لضيفي الصحفي سلمان عسكر. يعني من الواضح أن ميليشيا الحوثي يعني تستغل التوجه الدولي لإيقاف الحرب بتحقيق مكاسب على الأرض، ونتساءل هنا أين هو دور السعودية والشرعية اليمنية من هذا الفعل الحوثي؟ الحكومة الشرعية بصراحة قدمت كل ما لديها ووضعته على طاولة مجلس الأمن، ولكن للأسف هناك تواطؤ، يعني أنا أعتبرها تواطؤ أيضا من الأمم المتحدة التي للأسف نقلت تقارير مكذوبة وغير صحيحة لمجلس الأمن، ومجلس الأمن على علم قاطع ويقين بأن هذه التقارير مكذوبة ومغلوطة، ولكن يسير في اتجاه الريح أو الرياح بصراحة التي تصب في مصلحة الحوثيين. كما أسلف ضيوفك الأعزاء، عندما تتقدم الشرعية خطوة واحدة نحو تحرير الأراضي المغتصبة نجد تدخل أممي أو تدخل دولي لوقف هذه التقدمات وهذه الانتصارات من أجل دعم الحوثيين في المقام الأول ومن أجل استعادة قوة الحوثيين. يعني نعم. ما نجده الآن سواء كان يعني الآن ما يحدث في مارب، ويبقى أيضا التساؤل أين هو دور الشرعية ودور المملكة من هذه المغالطات التي تمارسها الأمم المتحدة كما تحدثت؟ لم تعد هناك إذن صاغية للحقيقة والواقع الذي في اليمن. يعني للأسف أن ما يقدم للمجتمع الدولي من أدلة قاطعة وبراهين لم تكفي لاتخاذ القرار. يعني معلش، يعني نحن الآن نخاطب عقول المشاهدين بالمنطق والواقع. ما يحدث من استهدافات المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية إيرانية وبطائرات مسيرة إيرانية، وفي أكثر من مؤتمر الناطق باسم قوات التحالف العقيد التركي المالكي وضع تلك الأدلة والبراهين أمام المجتمع الدولي. كان هناك إعلاميين من كافة دول العالم وضع هذه الأدلة القاطعة والبراهين التي لا تحتاج إلى شواهد أكثر مما هو أمام الواقع، ولكن للأسف لا يزال هناك تمادي. إذا كان إلى الآن الإيرانيين لم يلتزموا بالقرار الأممي 22-16، يعني هذه الأسلحة يا أخي خلينا نتكلم بالعقل والمنطق يا أخي. أي الحوثيين الذين لا يملك أكبر واحد فيهم قيادي لا يملك مؤهل المتوسطة، ثم يظهر لنا ويقول بأن صنع طائرة مسيرة وصنع صاروخ وصنع، بينما دول متقدمة لم تسبق إلى هذه الصناعات. لا، هناك تهريب إيراني لا يزال قائم حتى هذه اللحظة، الصواريخ لا تزال والطائرات تتهرب عبر قطع مفصلة إلى الحوثيين وعبر ممرات ومناطق بحرية معروفة، ويعني لا يزال الإيرانيين يعاندون ويتحدون المجتمع الدولي. ثم للأسف يظهر لنا الرئيس الأمريكي الأخير ليعلن. ولماذا لا تعمل السعودية مع الشرعية لإيقاف منافذ التهريب التي تحدثت عنها هنا 6 سنوات؟ يعني وكل شيء أصبح معروف، يعني سواء من حيث منافذ التهريب ووصول الأسلحة، بالتالي قد تكون المسألة ليست بتلك الصعوبة أن يتم السيطرة على المنافذ بشكل كامل. لا، شوف، المملكة العربية السعودية هي ضمن منظومة التحالف العربي. المملكة العربية السعودية لا تتجاوز ولا تقفز على الأنظمة وتحترم القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، ولو لم تكن تحترم هذه القوانين الدولية وقبلها الإنسانية لكان دخول صنعاء بين غمضة عين والتفاتها. يعني الوضع ليس بعسير وليس بالصعب يا سيدي، ولكن طيب. هناك احترام للمبادئ جميل. الإنسانية. طيب هنا نقطة أخيرة سيد سلمان الدولية. هنا نقطة أخيرة سيد سلمان، هل ستقبل السعودية في الدخول ضمن تسوية للوضع في اليمن يضمن بقاء ميليشيا الحوثي كتهديد حقيقي لها؟ المملكة العربية السعودية مع السلام في اليمن يا أخي، وهذا للأسف الذي الكثير لم يفهمه إلى الآن. الكثير يعتقد أن المملكة العربية السعودية لها تصفية حسابات مع حزب أو طرف. يا أخي هذا الأمر لم ينظر لها. المملكة العربية السعودية تتعامل مع دولة معترف بها
وتتعامل مع حكومة شرعية معترف بها دوليا، هذا في المقام الأول. لكنها تدرك تماما بأن الحوثي يشكل خطر عليها، والحوثي اليوم عينه على السعودية أكثر من ما هي على اليمن. المملكة العربية السعودية لا تنظر للحوثي على أنها عدو، المملكة العربية السعودية تنظر للسلام في اليمن في هذا في المقام الأول. أما المملكة العربية السعودية طيب، هي ستقبل، أفهم منك ستقبل بدخول بتسوية، هي أفهم منك أنها ستقبل بالدخول في تسوية حتى لو كانت تضمن بقاء الحوثي المهدد لها والذي يحمل أجندات تهددها بشكل مباشر. لا أرجو ألا تقول على لساني، أنا قلت كلام واضح، المملكة العربية السعودية مع السلام في اليمن، هناك مرجعيات ثلاث، هناك مرجعيات ثلاث أساسية اتفق عليها كافة المكونات اليمنية. لن يسمح للحوثي واليمنيون قبل لن يسمحوا للحوثي أن يخرج عن هذه المرجعيات الثلاثة. متى رضي الحوثي بأن يكون ضمن المكونات اليمنية ووافق على هذه المرجعيات الثلاث، فإن اليمنيون وغيرهم سيقبلون بالحوثيين. أما عندما يريد الحوثي أن يفرض نفسه فوق هذه المرجعيات وأن يهدد اليمنيين وأن يفرض الأجندة الإيرانية وأن يهدد دول الجوار، فلن يسمح له من الداخل اليمني ولا من دول الجوار. أشكرك الكاتب الصحفي سلمان عسكر، كنت معنا من أبها، شكرا جزيلا لك. وأذهب لضيفي السيد ثابت الأحمدي ونتساءل أيضا هنا، هل ستقبل الشرعية في أن تدخل بتسوية سياسية مع ميليشيا الحوثي، يعني في معنى أنه لا تتقدم الميليشيا باتجاه مأرب وبالمقابل تكون هناك تسوية تجعل الحوثي حاضر بقوة فيها؟ أخي العزيز، هذا سؤال اسمح لي أقول سؤال ملغوم قليلا. السؤال، هذا الحوثي نفسه جمع السلام، هل الحوثي أساسا يؤمن بالسلام؟ هل سيقوم الحوثي بتسليم أسلحته للدولة؟ هل سيعترف بالدولة؟ هل سيقبل بعودة الرئيس عبد الرب منصور هادي والشرعية إلى سعر؟ هذه أسئلة محورية يجب أن نطرحها. الحوثي أساسا جمع حرب ولا يمكن على الإطلاق أن يقبل السلام إطلاقا. هذه جماعة إيديولوجية صلبة وهي تعمل وفق أجندة خارجية إيرانية لا يملك قرار هو عزيز من أساسه. الحوثي وكيل في المنطقة يعمل إملاءات خارجية وهو عصي جدا على السلام، نعرفه من قبل أن تعرفه أمريكا ويعرفه المجتمع الدولي. حربنا معهم حياة وحياتنا معهم حرب وهي جماعة لا تؤمن إطلاقا. لكن سيد ثابت، يعني رؤية المجتمع الدولي يمكن على الإطلاق أن يخضع للسلام مطلقا. نعم. أقول هذا الكلام وبكل ثقة. طيب سيد ثابت، يعني رؤية المجتمع الدولي اليوم بأن يعني يجب أن تكون هناك تسوية سياسية و بالتالي يجب أن يحضر فيها الحوثي كطرف ويعني يحدد ما يريد، يعني هم يريدون أن تخرج البلد إلى طريق السلام بأي طريقة كانت، وبالتالي هناك ضغط أيضا على الشرعية والحوثي يذهب باستماتة باتجاه مأرب. إذا ما استمر هذا الضغط، هل باعتقادك سترضخ الشرعية وتدخل في عملية سلام تضمن بقاء الحوثي وتضمن له ما يريد؟ السؤال، هل سيرضخ الحوثي نفسه لعملية السلام؟ هل سيؤمن بالمرجعيات الثلاثة ويطبقها؟ هل سيقبل بعودة الشرعية؟ هل سيسلم سلاحه؟ هذه الأسئلة الجوهرية التي يجب أن توجه لجماعة الحوثي وليس للشرعية. نحن مدربون معهم منذ سنوات طويلة في اتفاقيات عديدة انطلبوا عليها جميعا، وأكبر وثيقة اتفاق تاريخية انطلبوا عليها هي وثيقة الحوار الوطني التي طيب. وهل المجتمع الدولي ينظر للسلام بمنظور الشرعية وبمنظور الذي يراه كل اليمنيين بأن الشرعية يجب أن تعود وأن الحوثي يجب أن يكون مكون سياسي، أم أنه يعني ينظر للسلام فقط لمجرد أن تتوقف الحرب ويعني تنتهي باشتراطات وتنفذ يعني مطالب الجميع سواء الحوثي أو الشرعية بشكل توافق؟ أخي العزيز، المجتمع اليمني فقد ثقته تماما بما يسمى المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللاعبين الكبار من الدول. هذه هي الدول في الأساس هي التي دعمت الحوثي، ولا يمكن على الإطلاق أن يتعاظم مع مصالح الشعب اليمني بصورة واضحة تماما. القضية اليمنية قضية ثنائية على أجهزة المجتمع الدولي، وهم ينظرون لها من زاوية مصالحهم لا من زاوية مصالح المجتمع اليمني. القضية اليمنية منظورا يعني يتعاظم مع
معها الكبار من زاوية يعني من منظورهم الخاص، يعني من مصالح على ضوء مصالحهم الشخصية هم وليس على ضوء مصالح الشعب اليمني. نعم، لكن سيد ثابت مع جماعة الحوثي ونحن نؤمن سلفا أنهم لم يرضخوا للحوار والسلم ولا إلى آخر، ومع هذا يعني جاريناهم وقلنا لعل وعسى ولم يؤمنوا بذلك. طيب هنا نقطة أخيرة، هنا نقطة أخيرة، لماذا الشرعية يعني دائما تبدو في المعارك العسكرية أو السياسية دائما ما نجدها في موضع الدفاع؟ لا تنسى عزيزي اليمن تحت الفصل السابع، والدولة والحقوق بشكل عام هم يعني يشبه اليوم في الواقع بالمديرين، ولا يستطيعون اتخاذ قرارات كبرى إلا على ضوء يعني ما يرجعون إلى المجتمع الدولي. هذه واحدة من الإشكالات التي نعانيها، ولا ينقص الشرعية ولا ينقص المجتمع اليمن نقول القدرة على تجاوز هذه الجماعة، ولكن ينقص ذلك الدعم الدولي، القرار السياسي الدولي الذي لا يزال ممسكا بكل الخيوط، والذي لا يزال يشجع الحوثي إلى اليوم أكثر من مرة، والجيش الوطني يقتحم بعض المناطق التي يراها المجتمع الدولي خطيرا، وتضرب الجيش الوطني أكثر في سنة من السنوات 11 مرة، ضرب الجيش الوطني عندما حاول أن يتجاوز المنطقة المسموح له بها. هذه واحدة من الألعاب التي نعاني منها للأسف الشديد. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد ثابت الأحمدي كاتب صحفي، شكرا لك، وأذهب لضيفي المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي، ونتساءل هنا كيف يمكن تفسير التصعيد الحوثي في ضوء التوجهات الدولية لإنهاء الحرب في اليمن؟ أنا أعتقد أني أجبت عليك السؤال في المرة السابقة، يعني في كل ما في أي مكان في العالم سيبك من اليمن، عندما تكون هناك دعوة للسلام أو للمفاوضات يسعى كل طرف من أطراف الصراع للتصعيد العسكري للإثبات للمجتمع الدولي أن له اليد الطولة في الحرب. لكن دعني أقول لك حاجة، الذي يريد أن يقاتل ويريد أن يحقق يعني أهدافه في أي معركة عليه أن لا يلتفت لآراء المجتمع الدولي والمواقف المنظمات الدولية والمواقف الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لو حصلت حرب في أي مكان في العالم فإنها عادة تسعى تصدر بيانات تطالب بوقف إطلاق النار. للأسف الشديد الشرعية لدينا أصبح يعني ضعيفة سياسيا، الأداء السياسي لها ضعيف قبل أن يكون الأداء العسكري، وقد سبق الناقش في في قناة بلقيس جميع الإرهاصات التي أدت إلى ضعف الشرعية أو ضعف القوة المقاتلة في الشرعية. لكن على سبيل المثال، لماذا لا تهدد الأمم المتحدة لا تهدد الشرعية بإلغاء اتفاق السويد أو تعليقه على الأقل إذا لم يتوقف الحوثي عن الهجوم على مارب؟ الحوثي لديه استراتيجية عسكرية، الشرعية لا توجد لديها استراتيجية عسكرية، الشرعية تنتظر أي مبادرة دولية كونها لإنجازها مما هي فيه. قبل سنة تقريبا قلت في هذا البرنامج إنه إذا لم تستقر. طيب هو هنا أيضا يبدو السؤال سيد عبد العزيز، يعني لماذا الشرعية يعني لم تتخذ موقف من اتفاق ستوكهولم، وهي اليوم يعني تنظر بأن الحوثي يعني تجاوز كل شيء وأصبح يعني يذهب باستماته باتجاه مأرب، وهي في موقع الدفاع هنا؟ للأسف الشديد لأن لدينا رئيس لم يكن مؤهلا لرئاسة الدولة، ولدينا نائب رئيس لم يستطع أن يتجاوز كونه قائد للفرقة الثانية مدرع، ولدينا رئيس وزراء يقول أنه لا يتدخل في السياسة، ولدينا كوكتيل من الوزراء. يعني تصور ان الحوثي رغم الحظر ورغم الحصار ورغم انه لا توجد لديه سفارات لديه نشاط في جميع انحاء العالم، بينما الشرعيه التي تمتلك السفارات والتي ليس عليها حظر والتي تمتلك الامكانيات
السفر والرحيل. واعطيك على سبيل المثال كم وزير كم رساله وجهت من رئيس الجمهوريه للرؤساء العرب في دول المغرب العربي الذين ينظرون الى الحرب على انها حرب من السعوديه ضد الشعب اليمني وليس ضد الحوثي. كم تحرك كم زار وزير الخارجيه من دول وزراء خارجيه الشرعيه منذ بدايه الحرب حتى الان، كم زاروا من دول تجدها كعدد الافراد اغلبهم نائمين. اذا هو اختلال واضح في عمل الشرعية. ولكن هنا سيد عبد العزيز في أقل من دقيقة أرجوك، يعني داهمنا الوقت، فقط يعني ما وجهة نظرك من احتمالات معركة مأرب؟ أولا أقول لك أن الحرب لها أبجديتها ولها أساليبها. في المرحلة الحالية لن يستطيع الحوثي أن يتجاوز أن يحقق أي انتصار، لكن سوف تتوقف المعركة لشهر أو شهرين ما يعاود الحوثي هجوم، والشرعية تنتظر كما كل مرة ويعاود الهجوم، وكل الاحتمالات واردة. لا يوجد حاجة اسمها مستحيلة طالما أن هناك استراتيجية على الحوثي بالاستيلاء على مأرب، والاستراتيجية الشرعية تعتمد دفاعيا على ردة الفعل، فكل الاحتمالات واردة، ما فيش حاجة مستحيلة. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي، وأشكر جميع ضيوفي، وأشكركم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.